اح النوم، ايش فيك تاخرت يا حبيبي؟ صاحي متاخر خرب الجدول وجايين من تعب، ما تخلي واحد ينام. خلاص خلاص خلاص، اليوم سامعك لان اول يوم، اليوم سامعك، بكره ان شاء الله يبدا اول يوم عندي انا بالنسبه لي في تايلاند. لا اليوم، اليوم مو محسوب. لا اليوم، لا اليوم نوم، اليوم بس اي نوم ترى صاحي. اي كم كملنا الحين من سالفه عرار؟ 5 ايام، 5 × 130 ريال في اليوم يعني 650. يا قلبي يا اخي جالك سالم، حنا في بوكت شارع العرب حاليا، يعني بعد 5 دقائق لا مو في شارع العرب، بنروح مكان ثاني، بس جايين نتقابل مع رجال. الحين احنا بتعشى، بس انا جا في بالي سؤال اذكرك فيه. اين تقع السعوديه؟ لن تقع. لن تقع، طيب صح. طيب اين تقع صد يعني وينها؟ وينها بالضبط؟ السعوديه. طب وينها في السعوديه؟ الرياض. وين في الرياض؟ لم تقع. يدور يدور بس يعني السعوديه لا تقع والرياض لا تقع، هذا موقعها يعني، موقعها في مكان اسمه لا تقع. لا في وسط الرياض. السعوديه في وسط الرياض. طيب وين بعد؟ وين بالضبط؟ عند المزحميه. ايوه بالضبط، حلو 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 حلو. وين بالضبط عند المزحميه؟ كلهم غشهم اول من الناس. طب وين وين؟ طب دقيقة دقيقة الحين أين دقيقة؟ خلك الدقيقة ما عليك، خلك في أولويات دقيقة بس. وين أين تقع؟ في الرياض. وين في الرياض؟ السعودية. وين في السعودية؟ لم تقع. يا سلام يا سلام. والله ما أدري قسم بالله. وانت تمشى في شوارع تايلاند في كل مكان تبي تحصل هذا النوع من المحلات اللي تلقاه عند المجلدات وكذا، كنا سياحة ما سياحة، تجي طال عمرك بكل بساطة تشوف المجلدات اللي عندك أو تسأل اللي موجود وتختار الجدول اللي تبغاه بكرة. تبغى تركب هذا القارب وتمشى وتشوف هذه البحيرة، نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا. تبي الجزيرة هذه، تبي تسبح زي ذول، تبغى ها بيوريك الجدول كامل، تفتح الكتيب فيه الأسعار، فيه التفاصيل، شوف يقولك هنا في بوفيه مجان مع ضمن الباقة، يعني فيه تفاصيل على كل هذه. هذا جزء لا يتجزأ من هذه طبعا. الجداول هنا ما شاء الله تبارك الله واجد، فأنت تجي تختار. حنا جدولنا إن شاء الله بيبدأ بإذن الله من بكرة. اسمه العرب، لأن اليوم يوم نوم، اليوم يوم نوم.